السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الفيديو تفتيح منطقة النقط مهما كانت سودة زي الفحم وبقالها سنين أنت مطنشة. مبدئيا لو حضرتك أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان تجيلك الفيديوهات بتاعتي أول بأول، وياريت لايك وشير. أنا جايب لحضراتكم النهاردة أربع تركيبات: تركيبة للتأشير، تركيبتين للتفتيح، تركيبة هتخلي جوزك يتجنن من ريحتك ويطفش من ريحتك. مبدئيا انا لا القناه تهمني ولا المشتركين يهموني، اهم حاجه طول الفيديو تركزوا في دول اهم حاجه عندي، مجوهراتي وصيغتي اللي بتباهى بيهم قدام العالم وقدام تل ابيب. وعايز اقول لحضراتكم يا ريت الفيديو ده يتشير في تل أبيب. ليه؟ لأن أنا عميلة من عملاء تل أبيب. قصة إيمان، كان في واحدة هي مش اسمها إيمان، هي اسمها حاجة بس أنا هعبر عنها كأنثى بإيمان. جاتني وعملت لها التركيبات دي وفعلا كانت سودة زي الفحمة بناء على وصفها، يعني افتحت وبقت وردي وجميلة جدا جدا جدا. طيب أنا هحتاج إيه؟ بالنسبة لوصفة التقشير هحتاج سكر، وده طبق السلستيز بتاعنا بتاع كل التركيبات، ومحتاج كولجيت معجون علشان غني بالفلورايد والفلورايد بيفتح البشرة، وزيت أطفال ما قبل النوم. ليه ما قبل النوم؟ عشان تصنفري وتنامي على طول. وممكن فاتيكا، زيت فاتيكا بالزيتون. يبقى هنا أربع تركيبات بتوع الصنفرة: سكر، كولجيت، زيت أطفال ما قبل النوم، فاتيكا. التركيبة بتاعت التفتيح التانية إيه؟ فازلين، ولازم الفازلين يبقى أصلي. الفازلين لازم يبقى إيه؟ يبقى أصلي، عشان لو مش أصلي هيعمل غمقان. وبرده زيت جونسون أطفال، وشريط ريفو. أوعى حد يقول لي ريفو بالفي، لأ، اللي جاي عشان النطق وكده، لأ، أنا الناس بتجيلي عشان الهكس والجهل، اسمه ريفو، أو أي شريط مسكن، أي شريط مسكن، تمام؟ والناس اللي في الدول العربية ده اسمه أسبرين، اسألوا عن أسبرين أو أي شريط مسكن هينفعنا في التفتيح. التركيبة الثالثة نيدو، كيس بودرة نيدو، ونشا، وكريم نيفيا، أو كريم جلايسوليت. في بقى مجموعة عدة ومجموعة أدوات عايز حضراتكم تجيبوها. ايه هي؟ فرشة، اي فرشة دي بلاستيك، يا ريت حضرتك تجيبي لي فرشة سلك صلب، تمام؟ ادي فرشة، سكينتين معجون، تمام؟ مقص، وده برضو هينفع زملات الصيادلة. ليه؟ هتقطع بيه برشام اهو، بيقطع صاج، بيقطع برشام، مش هيزعلنا في حاجه. وسطور، تمام. نبتدي بتركيبه التفتيح. هنجيب السكر اهو، سكر اهو، ونحط شويه زيت، يا زيت فاتيكا يا زيت اطفال ما قبل النوم عشان تصنفري وتنامي على طول.
حط الزيت وحط حتة معجون، معجون كولجيت، حتة معجون كولجيت اهو، وابتدي بقى ايه ادوب كويس كده، اخليها تبقى زي الكريم كده، زي الكريم اهو، زي الكريم علشان يصنفر كويس. تمام، دي تركيبه الصنفره، ادي حاجه. تركيبه التفتيح الثانيه بقى، هجيب قرصين ريفو، قرصين ريفو وشويه فازلين وشويه زيت اطفال. ما لقيتش ريفو، اي برشام صداع، باي الكوفان مثلا اهو، اقلبهم برده كويس. دي تركيبه التفتيح الثانيه. تركيبه التفتيح الثالثه، نيدو، لبن نيدو ونشا ونيفيا او جلايسولين، برضو اخلطهم مع بعض كويس 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 كويس. يبقى دي تركيبه التفتيح الثالثه. بالنسبه بقى للتركيبه الرابعه، اللي هي ازاي تخلي جوزك يتجنن على ريحتك ويطفش من ريحتك، لازم يبقى عندي الكيروكس. كيروكس ده للصراصير. اولا لازم اقعد شهر كامل 30 يوم ما استحماش، ويوميا اربع مرات كل ست ساعات ارش كيروكس للصراصير. بعد الشهر جوزك هيتجنن من ريحتك وهيطفش خالص، وفي الحالتين هتطلقي هتطلقي. نيجي بقى للعدد اللي احنا طلبناها. احنا عملنا التقشير وعملنا اتنين تركيبة تفتيح ما جابتش معايا نتيجة، يبقى هبتدي اشتغل بالفرشة دي كتير 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 بالفرشة. تمام، بعد الفرشة الصنفرة، صنفرة، اشتغل بالصنفرة على المكان الغامق كتير 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 جدا. تمام، بعد الصنفرة اخد المكان وشين معجون، يبقى كده العملية ابيض. طيب ما حصلش تبييض، يبقى بالمقص اقص الحتت السوداء او بالسطور اقصها، اقصها اقطعها خالص، وارجع تاني لتركيبة التقشير والتفتيح. يبقى اذا كده انا فتحت المكان وخليته وردي خالص. ايمان من ساعتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مش هقول لكم. وبعدين اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، هتقولوا لي كذابه، لا لا انا مش كذاب. ليه؟ انا وجيجي من ساعه ما فتحنا القنوات بتاعتنا قلنا ايه؟ قلنا اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، اي قسم هنقسمه كذب يا رب. يبقى اذا اي حاجه بنقولها صدق. ما هو ده، هو ده التفكير. نبتدي بقى نعلق. هو السكر بيقشر؟ سكر، سكر وزيت بيقشر؟ ها، استحاله. هو الريفو، الريفو، الريفو ده حمض، حمض يا جماعه، اسمه أسيتيل سلسلك أسيد. ازاي احطه على البشره اسبب التهابها او اي حبوب صداع؟ ازاي؟ وبعدين في نفس الفيديو، في نفس الفيديو دهان من التركيبه اهو، بصوا حبايبي ابيضت اهي، بصوا بصوا ابيض، اقسم بالله العظيم ابيضت اهي، اقسم بالله العظيم، القسم بالله بقى لعبه في بقهم خلاص. يا جماعه انا مشفق على الملايين، 3 مليون و700 ومليون و300 هنا، ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه؟ العلم فين يا جماعه؟
فين العلم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي هيبيض ولو صودا زي الفحم وسكر على زيت وبتاع؟ انا بشوف الكلام ده بتحسر 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 وبتحسر اكتر على الملايين التي تتابع هذا الجهل وهذا الخرف. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ العالم كله بيضحك علينا، بيضحك على جهلنا. يا ريت كلنا نتوعد. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي تفتيح زي الفحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.